أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.
اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان. اللهم ابطل كل حسد، اللهم ابطل كل عين وحسد، اللهم ابطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا، اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا، أصابنا في علمنا، أصابنا في فهمنا، أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا. اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا، أصابنا في عقولنا وذاكرتنا. اللهم ابطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا. اللهم ابطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا، في سرعة فهمنا وقوة عقولنا، وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا، وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا. اللهم ابطل ما أصابنا في تفوقنا، اللهم ابطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا. اللهم ابطل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا. اللهم ابطل ما أصابنا في سرعة فهمنا، في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا، وسرعة جوابنا. اللهم ابطل عيون الدراسة، اللهم ابطل عيون وحسد الدراسة، اللهم ابطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين. اللهم اخرج كل عين وحسد من طالب أصابت، اللهم اخرج كل عين وحسد من معلم أصابت، اللهم اخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق. اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا وبصائرنا، اللهم زد في أفهامنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا. اللهم وسع مداركنا، اللهم وسع مداركنا، اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم زدنا علما وحكما وحلما، اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، ورأيا صائبا، ورأيا صائبا. اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك. اللهم اخرج كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا، أصابتنا في حفظنا وتجويدنا، وتجويدنا وترتيلنا، 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 وأصواتنا، 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 وأصواتنا. اللهم اطل ما أصابنا في قوة حفظنا، في قوة حفظنا، في قوة حفظنا وثبات حفظنا. اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا، وكلامنا وبياننا، وبياننا وألسنتنا، وألسنتنا ونطقنا. اللهم اطل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا، اللهم اطل ما أصابنا في نبرات أصواتنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا، وخطبنا وإلقائنا ودروسنا. اللهم اطل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا، وأسلوبنا، وأسلوبنا. اللهم اطل ما أصابه في تعليمه، اللهم اطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه، اللهم اطل ما أصابه في تفوقه على أقرانه، اللهم اطل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله، اللهم اطل ما أصابه في قوة ذكائه
اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته، اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه ومنصبه ومكانته، اللهم اطل ما أصابه في رجاحة عقله، في رجاحة عقله، في رجاحة عقله وإتقانه لمسؤولياته، وإتقانه لمسؤولياته ودقة تفصيله وشرحه وبيانه. اللهم اخرج كل ما أصابه في شرحه، في طريقة شرحه وإفهامه لطلابه، وإفهامه لطلابه. اللهم اطل ما أصابه في حكمه، في حكمه وقضائه، اللهم اطل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه، اللهم اطل ما أصابه في تأويله وتفسيره، اللهم اطل ما أصابه في تأثيره بكلامه، اللهم اطل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته، اللهم اطل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره، اللهم اطل ما أصابه في تفكيره، اللهم اطل ما أصابه في استنباطه، اللهم اطل ما أصابه في خطه وجمال خطه، وجمال خطه، وجمال خطه وكتابته، اللهم اطل ما أصابه في سرعة كتابته، في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته، 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 اللهم اطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته، في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره، اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة، تؤثر عليه عند القراءة، اللهم اطل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة، عند القراءة، عند القراءة والحفظ، اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة، عند الكلام والإجابة والامتحان، اللهم اطل ما يصيبه عند الامتحان، اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان، اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان، اللهم اخرج كل عين، اللهم اخرج كل عين متجددة، اللهم اطل كل عين متكررة، اللهم اطل كل عين متعجبة، اللهم اطل كل عين متعجبة، اللهم اطل كل عين لامة على عقله استقرت، على عقله استقرت، على عقله استقرت، اللهم اطل ما أصابه، اللهم اطل ما أصابه في عقله، اللهم اطل سحر العقول، اللهم ابطل سحر العقول، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الجان والكفار على العقول، اللهم ابطل سحر الجان، اللهم ابطل سحر الجان على العقول، اللهم ابطل سحر تدمير العقول، اللهم ابطل سحر تدمير العقول، اللهم ابطل سحر الحسد، اللهم ابطل أسحار الحسد، اللهم ابطل كل عقدة على العقول، اللهم حل كل عقدة على العقول، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل الداء، وارفع كل الداء، اللهم آتنا الحكمة، اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة، وأنطقنا بالحكمة، اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما جهلنا، اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا، اللهم أمتعنا بعقولنا، اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحيينا، اللهم بارك لنا في عقولنا، اللهم بارك لنا في عقولنا، اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا، اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم قوي عقولنا، اللهم قوي عقولنا، اللهم قوي ذاكرتنا، اللهم قوي ذاكرتنا، اللهم قوي ذاكرتنا، ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين،
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهبط من خشية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهوي به الريح في مكان سحيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتقوا فوقهم 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 والذين اتقوا فوقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم رددناه أسفل سافلين 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 ثم رددناه أسفل سافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا 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 اهبطوا منها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها 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 فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهبط من خشية الله 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 يهبط من خشية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تهوي به الريح في مكان سحيق 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 تهوي به الريح في مكان سحيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتقوا فوقهم 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 والذين اتقوا فوقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن لدينا أنكالا وجحيما 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 إن لدينا أنكالا وجحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 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 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يوثق وثاقه أحد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس من شر كل نفس من شر كل نفس من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أقيك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 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 أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن من أنفس الجن من أنفس الجن عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله يبريك بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك من حسد كل حاسد من حسد كل حاسد من حسد كل حاسد وكل عين وكل عين وكل عين من حسد كل حاسد وكل عين واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك واسم الله يشفيك اللهم اخرج كل عين وحسد اللهم اخرج كل عين وحسد اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم ذهب حر العين اللهم ذهب حرارة العيون اللهم ذهب حرارة العيون اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها
اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم اخرج كل عين اللامة، اللهم اخرج كل عين اللامة، اللهم اخرج كل العيون اللامة، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين متعجبة، اللهم اخرج كل عين متعجبة، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين بالزينة أعجبت، بالزينة أعجبت، بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم اخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم اخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم اخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم اخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت، اللهم اخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت وما بركت وما بركت، اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغر لازم، اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغر لازم، اللهم اخرج كل عين حاسدة، اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، كل عين حارة، كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم اذهب حرارة العيون والحسد، اللهم اذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم اذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد، اللهم اخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين حاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت لزينة وجمال الوجه غيرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت الفم والأسنان، أصابت الفم والأسنان والفك واللسان، والفك واللسان، وعطلت الكلام، وعطلت الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان، وأورثت النسيان، وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت في القوة والنشاط والهمة والحركة وعلى الأعصاب والعظام وسائر القوى أثرت، اللهم اخرج كل عين بالروح امتزجت، كل عين كبيرة لكل شيء شملت، اللهم اشف من كل عين وحسد بتفكير الحاسد أو العائن أثر، اللهم اشف من كل عين وحسد بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف أثر، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون المعارف، عيون المعارف، عيون المعارف والأصدقاء، عيون المعارف والأصدقاء، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج كل عين من الرجال أصابت، اللهم اخرج كل عين من النساء أصابت، اللهم اخرج كل عين من الصغار والأطفال أصابت، اللهم اخرج كل عين في العلم أصابت، اللهم اخرج كل عين في الذكاء والفطنة والحكمة، اللهم اخرج كل عين وحسد في سداد الرأي وفي الفهم وحسن الاستنباط وحسن الاستيعاب وجمال الخطب والإلقاء والتفوق، اللهم اخرج كل عين وحسد في سرعة الحفظ وقوة الحفظ وسرعة الإجابة وحسن الخط وسرعة الكتابة، اللهم اخرج كل عين في العبادات، اللهم اخرج كل عين أصابت في العبادات
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وترتيل وتجويد القرآن وجمال الصوت بالقرآن والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام. اللهم اخرج كل عين في الأخلاق أصابت اللهم اخرج كل عين في الأدب أصابت في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء والتستر والحجاب. اللهم اخرج كل عين في حسن التربية وحسن الأخلاق وحسن المعاملة أصابت، وفي دفع السيئة بالتي هي أحسن، وفي قوة الشخصية اللهم اخرج كل عين في البيوت أصابت، في زينة البيوت وجمال البيوت وجمال الأثاث. اللهم اخرج كل عين في البيوت استقرت وحسد في البيوت استقرت. اللهم اخرج كل عين في زينة البيت وجمال البيت وكبر البيت أصابت. اللهم اخرج كل عين أصابت الأزواج في سعادتهم وهنائهم ومودتهم ورحمتهم واستقرارهم وهدوئهم. اللهم اخرج كل عين فرقت اللهم اخرج كل عين لقلوب الأزواج غيرت ولقبائع الأزواج غيرت. اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات اللهم اخرج كل عين وحسد في الأبناء والبنات في تربيتهم وأخلاقهم وزينتهم وجمالهم ومهاراتهم وقدراتهم. اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم وتفوقهم. اللهم اخرج ما أصابهم في صحتهم وقوتهم ونشاطهم. اللهم اخرج كل عين في الحمل أصابت والولادة أصابت، في سهولة الحمل وسهولة الوضع وفي الرضاعة أصابت. اللهم اخرج كل عين في الرزق والتجارة أصابت، في الغنى وسعة الرزق والمكسب أصابت. اللهم اخرج كل عين عن العمل صدت اللهم اخرج كل عين وحسد في التجارة أصاب، في العمل أصاب، في الرزق أصاب. اللهم اخرج كل عين ونظرة قاتلة اللهم اخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا اللهم اخرج كل عين أورثت سرطانا اللهم اخرج كل عين للكلى أتلفت اللهم اخرج كل عين ليفت اللهم اخرج كل عين جننت وخبلت اللهم اخرج كل عين على الرأس استقرت اللهم اخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت. اللهم اخرج كل عين تراكمت اللهم شققها تشقيقا اللهم قطعها وحرقها تحريقا اللهم فجرها تفجيرا اللهم زلزل العيون من الأجساد اللهم زلزل كل عين الله أكبر من كل عين اللهم اكفنا شر العيون اللهم اشفنا من كل العيون اللهم ابطل عنا تأثير العيون والحسد اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذى العيون اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل خروج العيون سهلا. اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم
والقسوة والغفلة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والجنون وسيء الأسقام والسرطان. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم قنعنا بما قسمت لنا، اللهم قنعنا بما ارتضيته لنا، اللهم اجعلنا من القانعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين. اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين والشامتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر لا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطله لا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطله لا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم.